هل تعد العادة السرية أو الاستمناء مسموحة في الإسلام؟ هو سؤال شائع جدا، وأنا لدي حرفيا في كل جلسة شخص أو اثنين ممن يسألون هذا السؤال. دعني أجيب على هذا السؤال. فيما يتعلق بفعل الاستمناء أو العادة السرية، فالعلماء في الإسلام لديهم آراء مختلفة، ولكن أغلبية العلماء قد قالوا بأن الاستمناء في الإسلام يعد مباحا، وقد اقتبس الآية من القرآن الكريم من سورة المؤمنين رقم 23 الآيات 5 و6 و7. إذا قرأت سورة المؤمنين سورة رقم 23 بداية من الآية رقم 1 التي تقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذا فالآية في القرآن الكريم تعني بأنه يمكنك أن تحصل على جماع جنسي فقط مع زوجتك وما ملكت يمينك، وبخلاف الجماع الجنسي فالآية الكريمة لم تشر إلى أشياء أخرى. إذن فالعادة السرية الاستمناء لا تقع ضمن حكم هذه الآية من القرآن الكريم. وإذا علمت معنى الآية من القرآن حرفيا فإنها تقول: احفظوا فروجكم. لذا وبشكل طبيعي فلا توجد آية صريحة في القرآن الكريم والتي تقول بأن الاستمناء يعد محرما. والذي أدركنا من هذه الآية الكريمة فمعناها هو الجماع الجنسي، وهناك آيات أخرى متنوعة والتي حرمت الجماع الجنسي مع الناس خارج نطاق الرباط الزوجي إلا أن تكون ملك اليمين وهم العبيد من النساء. ووفقا لابن حزم فقد قال بأن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد سمح للشخص بأن يلمس أعضاءه الجنسية، وهناك حديث يقول فيه: المس بيدك اليسرى ولا يوجد مشكلة، فهو عضوك وبإمكانك أن تلمسه. وقد قال أيضا بأنه سائلك وبإمكانك أن تقفزه إذا أردت. لذا فبشكل مؤكد فقد قال أنه عندما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بلمسك لعضوك، وهذا ما تقوم به في العادة السرية، لذلك يعد الاستمناء مسموح. والاستمناء نوعان، واحد منه هو التحفيز الذاتي، والآخر هو من خلال زوجك أو شريكك الجنسي بحيث يقوم هو أو هي بتحفيزك. ولم يقل أي عالم قط بأن زوجتك أو زوجك ليس من المسموح له بلمس أعضائك الجنسية. إذن فبناء على هذه الأنواع من الاستمناء التي تكون فيها التحفيز من الزوج فمسموح، يمكنك أن تستمتع بلمس زوجتك لأعضائك الخاصة، لذا فلما لا يمكنك أن تفعل الأمر لنفسك؟ لذلك فهذه الآية لا تشمل الاستمناء على الإطلاق، وهي تتحدث فقط عن الجماع. لذا الجماع الجنسي مسموح فقط مع زوجتك وما ملكت يمينك، ولا يشمل الاستمناء أو وجود لنص على الإطلاق. وهذه هي الآية الوحيدة والتي اقتبسها العلماء من سورة المؤمنين رقم 23 الآية 5 و6 و7، ولا وجود لدليل قاطع واضح أنها تتحدث فقط عن الجماع الجنسي، ولا وجود لحديث صحيح يحرم الاستمناء. يوجد هناك بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تقول بأن الاستمناء يعد محرما، لكنها لا تعتبر دليلا. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه والذي كان صحابيا للنبي الكريم، هناك شخص قد أتى إليه وقال: إنني استمنيت، فقال له: إن الاستمناء أفضل من الزنا. هذا يعني بأن قرار حكم سيدنا ابن عباس والذي كان صحابيا مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج أفضل من الاستمناء، وبشكل غير مباشر فهذا يعني بأن الاستمناء بشكل مؤكد يعد مسموحا. وإذا لم تستطع أن تتزوج فقم بالاستمناء لأنه سيمنعك من الزنا. لذا فبناء على هذا فانه يعد مسموحا، وهذا حتى هو راي ابن حزم. تلاميذه رضي الله عنه قد قالوا بانه مباح مسموح من دون اي شروط، ومن ضمنهم كان جعفر بن زيد، فقد كان تابعيا رحمه الله تعالى، وقد كان تلميذا لابن عباس رضي الله عنه، ورايه هو ان العادة سرية أو الاستمناء يعد مسموحا، ولا يوجد اي ضرر على الاطلاق من فعله، وهو مباح ولا يوجد اي ذنب فيه، وفي الظروف العادية يعد مسموحا. وهناك تابعي آخر باسم عمرو ابن دينار، ووفقا له أيضا فالاستمناء يعد مسموحا ولا يوجد أي تقييد، وهو ضمن فئة المباح. إذا أردت أن تفعله ففعله، وإذا لم ترد أن تفعله فلا تقم به، إنه مباح. وحتى العالم الشهير الإمام الشوكاني وهو مشهور جدا وكان متواجد منذ حوالي 150 إلى 200 عام، وفقا له أيضا فالاستمناء يعد مباحا، إنه مسموح واختياري، إذا أردت أن تفعله ففعله ولا يوجد أي إثم، وإذا لم ترد أن تفعله فلا يوجد أي مشكلة، إنه تحت فئة المباح. وحتى وفقا للمرضوي فالاستمناء هنا يعد فرضا، إنه مباح ومسموح ولك الحرية في أن تفعله. وفقا لي أنا طبيب دكتور، ففي جامعتنا الطبية عندما كنت أدرس الطب فقد اعتادوا بأن يقولوا بأنك عندما تسأل شخص بأنه هل تقوم بالاستمناء ف 99% منهم سيقولون نعم، وال1% المتبقية فهم يكذبون. على كل حال هذه مجرد مزحة وهي متداولة ضمن طلبة الطب وليست حقيقة علمية، ولكن وفقا للأبحاث فاليوم الأبحاث تخبرنا بأنه من ضمن الذكور نسبة 95% يقومون بالاستمناء، ومن ضمن الإناث بشكل تقريبي نسبة 80% يقومن بالاستمناء. هو أمر شائع جدا، وهناك خرافة موجودة. إذا ذهبت إلى بعض المواقع الإلكترونية الإسلامية من هؤلاء الذين يؤمنون بأنها حرام، فإنهم يقولون بأن الاستمناء يسبب العمى، وأن الاستمناء يسبب مشاكل عصبية. جميع هذه الأشياء هي خرافة، فلا يسبب الاستمناء العمى بأي شكل من الأشكال، ولا يسبب مشاكل عصبية بأي شكل من الأشكال. الاستمناء طبيا لا يسبب أي مشكلة، وإذا قمت بالاستمناء وفقا لعلم الطب فإنه أمر طبيعي،
وإذا لم تقم به فهو أمر طبيعي أيضا، ولكن أغلبية الناس يقومون به. إذا بناء على ما قاله العلماء وما قاله علم الطب، فأنا أوافق العلماء، وأنا أود القول بكي تجعل أي شيء محرما، فهذا يتطلب منك دليلا قويا من القرآن الكريم أو الحديث الصحيح، ولا وجود لأي دليل أيا كان. وبالنسبة للآية من القرآن الكريم، فأنا أوافق مع العلماء مثل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ومنهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وأنا أؤمن بقرار ابن عباس بأنه ليس حراما. وهذه الآية من سورة المؤمنين، الآية رقم 6 و7 و5، لا تشمل الاستمناء ولا يعد محرما، وحكمها محدد على الجماع الجنسي، وبسبب عدم وجود دليل فهي تأتي تحت فئة المباح. وإذا كان يجب عليك الاستمناء إذن فإنه يعد مسموحا أن تقوم به، وهو ليس ذنبا، فلا يوجد دليل من القرآن الكريم أو الحديث الصحيح الذي يقول بأنك إذا قمت به فأنه حرام. وسبب أني أقول هذا لأني قد كنت دكتورا طبيبا، وأنا أعلم بأن هناك العديد من المسلمين، المئات منهم قد جاءوا إلي من أجل الاستشارة، وهم يؤمنون بسبب آراء أغلبية المسلمين، فهم مسلمون يمارسون دينهم بشكل جيد، ولذا فإنهم يأتون إلي ويطرحون بشكل مشابه ما تم السؤال عنه، بأنه متوتر وغير سعيد ويشعر بالتوتر العقلي بسبب أنهم مسلمون يمارسون دينهم بشكل جيد ويصلون الخمس صلوات، ولكنهم يدركون ويظنون أن الاستمناء يعد حراما ويشعرون بالذنب، وهذا يؤدي للشعور بالتوتر، وهذا الأمر سبب في كثير من الأحيان في مشكلة كبيرة، لأنهم يظنون أنه حرام ويقومون بفعله ويشعرون بالذنب، وهذا الشعور يمنعهم في بعض الأوقات أو في العديد من الأوقات حتى من القيام بالأفعال الجيدة، ويزعجهم في صلاتهم ويزعجهم في تلاوتهم للقرآن الكريم بسبب عدم معرفتهم بالحقيقة. فهؤلاء الناس يظنون أن الأمر حرام فهو يزعجهم، لذا فإني أرغب أن أقول لكم، إن كان لديك دوافع جنسية والتي لا يمكن أن تكبحها فهو لا يعد حراما وفقا لي، وأنه مسموح، ولا تكن منزعجا عقليا بأنه حرام. وكما تم طرح السؤال، فإنني أطلب المغفرة من ثم أفعلها مجددا، من ثم أندم، من ثم أفعلها مجددا، لذا دعني أخبرك بأنك لديك رغبات جنسية، والأمر يختلف بين الناس المختلفين، فبعض الناس لديهم رغبات مرتفعة والآخر متوسطة والآخر قليل. إذا كنت من الفئة العالية ولم تكن متزوجا وكان يجب عليك أن تقوم بالاستمناء، فلا تشعر بالذنب ورغب الذهاب لدرجة أعلى بأنك إذا قمت بسبب امتناعك عن هذا فإنك ستقع في الزنا، إذن فوفقا لي العادة السرية تصبح مستحبة. وكما ذكر من قبل الإمام أحمد بن حنبل وابن عباس رضي الله عنهم أن الاستمناء أفضل من الزنا. إذا كانت الرغبة كبيرة إذن فالاستمناء يعد مسموحا، ولا يوجد ولا وجود للذنب، ولا يوجد عقاب، ولا يتوجب عليك أن تشعر بالذنب. وإذا كانت لديك الرغبة ملحة، وإذا كنت تظن أنك ستقع في الزنا، إذن فالأفضل أن تقوم به.